بقول لك يا بهجت، احنا خارجين دلوقتي، عايزك تخلي بالك من البيت، من ميرفت وكارما، وبالذات البت ميرفت. متخافش يا عم فتحي، انا مفتح عيني ومفجلها قد كده، وانا ورايا غيرهم يعني؟ يا عم مفنجل ايه؟ انت شكلك نام على روحك، والله هتنام وهتسوحنا وتودينا في 60 داهية. هو بدأنا بقى الكلام اللي بيضايق المعدة، عيب عليك، ده انا بهجت هاكر اللي ما يفوتش عليه فوته. اهدى يا عم القور وهدي اعضائك. البت ميرفت دي تلفك وتلف 10 زيك، خلي بالك. ها وانت يا غزولي، مش عايز نملة لا تخرج ولا تخش طول ما احنا في المشوار ده لغاية ما نرجع، فهمني؟ الله الله الله، اتكل على الله يا باشا، حط في بطنك بطيخة صيفي وبعون الله الهوا الفات مش هيعدي من هنا. اتفرج عند فتحي اهو، غزولي طلع عنيل من الزفت الهقل. بس ايه ليه كده بس يا عمنا؟ يا عم اللي كده ايه بس؟ انا بكرهش في حياتي ومخافش الا من فجرية البق دول. خلاص يا تربو، هم هيصحصحوا نفسهم وياخدوا بالهم كويس. بقولك يا غزولي، خلي بالك كويس، ولما اجي هبقى اشوفك. الله الله الله، من غير حاجه يا باشا، ده نخدمكم بعناية. يلا تربو، مع السلامه، تاخروش. الله الله الله، انتوا حكايتكم عمنا بالظبط. الحكايه متعربه ب 60,000 نيله سودا على دماغك. ليه كده بس يا عمنا؟ من غير كده وخلاص بقى، ما بتقعدش تسال كتير. ماشي، اتفضل ترمي عندك هنا كده عقبال لما اروح اشوف الحريم واجيلك. الله يخرب بيتك يا عم مجبولي. ماشي ماشي. الله 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 الله، مع اني مش فاهم حاجه بالظبط، لكن يلا، ساعات قله الفهم بتبقى نعمه.